السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفوني يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا إثبات سحب جديد لأفضل موقع استثمار اشتغلت عليه لحد الآن. الموقع يا شباب بيدينا لمدة 68 ساعة 200%. طريقة تسجيل شاف الموقع بنيجي من هنا، أنا شرحته كذا مرة على القناة، الاسم والايميل والباسورد، وبنعمل تسجيل كده بقى حساب في الموقع للدخول يا شباب. من هنا بنحط الاسم والباسورد ونعمل تسجيل دخول. زي ما انتم شايفين يا شباب عندي 95 روبل، طبعا اوضحت 500 وسحبت 1334، وهنا الاحالات ومكتسبات الاحالات، وهنا عندك الرصيد بتاعي اللي انا اسحبه دلوقتي. هنخش على السحب يا شباب، الاول نفذ السحب وبعد كده نشرح بقية الموقع. بتيجي من هنا بتحدد المحفظة اللي انت هتشتغل عليها، شغال على البير، وهنا بتحط المبلغ 95. وهنخش على البير يا شباب، اخر حاجة عندنا كانت 19 روبل و78 سنت، وهنعمل طلب سحب. اه يا شباب كده السحب تم مفيش اي مشاكل. هنخش كده على الصفحة الرئيسية للموقع، هنلاقي الرصيد اتشال من هنا واتضاف في السحوبات. هنخش على البير ونعمل ريفريش. اه يا شباب 94 روبل و10 سنت بعد عمولة البير. وبكده الموقع يا شباب لحد الآن معايا صادق مفيش أي مشاكل. بعد كده يا شباب لو انت حابب أول ما تخش على الموقع خش على الإعدادات، هتعين رقم محفظتك وتعمل حفظ، وبعد كده بتيجي على الإيداع. لو انت هتودع من هنا تختار الخطة بتاعتك، من هنا بتحددها. أنصحكم بالخطة الأولى، وانت هتشتغل في الموقع بتبدأ بمية روبل. بعد كده يا شباب بتخش على، لو انت عايز تعرف الوديعة بتاعتك شغالة ولا لأ، بتيجي من هنا. اه يا شباب كده الوديعة معناها شغالة، وكده دي خلصت، ودي كانت تجربة وفشلت في الموقع، يعني حطيتها وما كملتهاش. وبكده يا شباب انا حاطط 200 روبل في الوديعة الجديدة، وهنا 200 روبل في الوديعة اللي فاتت. وديعة قبل كده كانت 100 روبل، كله 500 روبل. وهنا بتعرف حركاتك في الموقع، ايداعاتك، سحوباتك، احالاتك، كل حاجة بتلاقيها هنا. وبعد كده رابط الاحالة بتاعك يا شباب من هنا. اهو يا شباب. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.